السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير، الصحه ديالكم مزيانه، كل شيء وداك وناضات عندكم وداك. فهاد لا فيديو عندنا ربعه الاخبار: نادي جديد ينافس برشلونه على ضم امرابط في الصيف، وايضا شنو قال غالتشي بسبب اصابه حكيمي، وايضا شنو قال انشيلوتي على مدينه الرباط وعلى المركب ديال محمد السادس. وايضا عندنا هضره مهمه على لقاء المغاربه نايف اكريت ضد زياج غدا ان شاء الله، معاش وكيفاش نبداو بالتفاصيل. اولا، خرج كريستوف غالتشي مدرب باريس بعد الشكوك اللي كانت كتحوم حول اشرف حكيمي، وقال في المؤتمر ديال اليوم: لا توجد مشكله بشان اشرف حكيمي، فهو يعاني فقط من حاله اجهاد بدني. لقد ادى حكيمي تدريبات منفرده اليوم الجمعه للتخلص من حاله الارهاق، وسيكون متاحا للمشاركه امام موناكو حيث غادي يلعبوا غدا، لكن غالبا بلي ما يلعبش باساسي وغيدخل موكيلي باش ما يغامرش بيه، وعندهم ماتش قاصح بعد ذلك ضد بايرن ميونخ. وبالنسبه لامرابط الخوت، حاليا حسب الصحافه اسبانيا وبالخصوص صحيفه سبورت، قالت بلي برشلونه يواجه منافسه شرسه مع اتلتيكو مدريد على ضم امرابط، لافتة الى ان روخي بلانكو سيبحث حاليا عن لاعب وسط مميز لتلبيه رغبات سيميوني. واضافت ان اتلتيكو قدم عرضا اوليا بقيمه 40 مليون يورو للتعاقد مع المغربي. واشارت الصحيفه الى ان هنالك محاوله من جانب اتلتيكو لخفض قيمه الصفقه من خلال عرض خدمه الارجنتيني ديبول، يعني تكون منافسه قويه من اسبانيا الى امرابط في الصيف. وبالنسبه لانشيلوتي الخوت، في اخر تصريحات ديالو اليوم قبل النهائي قال: الرباط مدينه جميله جدا ونظيفه جدا، والناس هنا محترمون للغايه. وعلى مركب محمد السادس لكرة القدم قال: مركز التدريب الخاص بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رائع، ينقصنا فقط أن نفوز في النهائي غدا، يعني ضد الهلال. وبالنسبة لزياش الخوت، غادي يتلاقى ضد نايف أكرد غدا إن شاء الله في إطار الدوري الإنجليزي، تشيلسي ضد ويست هام مع 1:30 بتوقيت المغرب. وبالنسبة لزياش، ما عرف صراحة واش غادي يلعب أساسي أو لا، بحيث ان جماهير ديال تشيلسي ولات باغا اللاعب مودويكي يلعب كاساسي مكان زياش. وبالنسبه لنا في اكرد الخوت، راه لاعب كاساسي دائما مع ويست هام، المدرب عطاه الثقه خصوصا بعد المونديال الرائع اللي قدمه. اش بان لكم؟ وزياش غادي يلعب اساسي ضد ويست هام؟ تهلاو.